يسعدنا اللقاء مشاهدينا مع الدكتور إسلام إبراهيم عبد الباري، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا وسهلا يا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. الاقتصاد يا دكتور، ناس كتير جدا تقول لك إيه، ما تكلموناش في السياسة. السياسة والاقتصاد مرتبطين جدا ببعض وبشكل كامل. انهارت البورصات بعض البورصات العالمية يعني بالأمس القريب، وحضرتك أستاذ اقتصاد، كلمني أكتر عن إيه اللي حصل ده. هل هي مؤامرة دولية؟ هل ده لخروج بعض الكيانات الكبيرة من البورصات العالمية؟ أكيد اللي حصل في الآونة الأخيرة، آخر 3 أيام تحديدا، كان مفاجئ للجميع بدون أي إنذار. انهيار كامل لبورصات عالمية كبيرة، أسواق مال كبيرة، يمكن بداية بالسوق المال الياباني، هي بداية أول قطعة من الدومينو وقعت. يعني اللي بنسميها دومينو إفكت، هي واحدة قطعة بتقع وبعد كده باقي القطع بتتساقط. انهيار البورصة اليابانية مثلا، اليابان النهاردة خسر أكتر من 800 مليار دولار في يوم واحد. السوق المال الامريكي خسر اكتر من 10%، السوق الاوروبي اكتر من 5%، السوق دبي النهارده خسر اكتر بورصه عربيه او سوق مال عربي خسر هو سوق المال في دبي اكتر من 5% من قيمته. يمكن مصر تاثرت كذلك ب 2% او 2.5% من الانهيار او الانخفاض اللي حصل في الاسواق العالميه بطبيعه الحال، لان كل المستثمرين يا اما مستثمرين دوليين او مستثمرين اقليميين، فطبيعي ان اي تاثير في 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 سوق مال ما بياثر على باقي الاسواق، خصوصا طبعا السوق المال الامريكي اللي هو السوق المال الاكبر اللي اكثر من 25% من حجم السوق العالمي. الانهيار اللي حصل مؤخرا، اكيد اي شيء زي ما حضرتك قلتي اقتصادي يبقى ليه الجانب السياسي دي، ولكن ده بنعرفه بعد فتره، يعني ده بيبقى ما بعد في الكواليس ما بعد الانهيار، وبنبدا بقى نشوف ايه الاسباب الخفيه وراء الانهيار اللي لكن بيحصل. الى الان لم يظهر شيء. لا، حتى الان الاسباب كلها تبدو اقتصاديه، من اول اعلان التقرير البطاله في امريكا يوم الجمعه، يمكن دي بدايه بدايه الموضوع، ان تقرير امريكي بان معدل البطاله في امريكا هيرتفع او ارتفع بالفعل الى 4.3%، ده طبعا معدل مرتفع بالنسبه للاقتصاد الامريكي، وده بيعني يعني يبقى في بطاله، يبقى في كساد، يبقى الناس ما معهاش فلوس، يبقى الاقتصاد هيخش في حاله من الركود، وده طبعا بيأثر بشكل مباشر على 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 السياسه طبعا، وخصوصا احنا داخلين على الانتخابات الامريكيه، وبيأثر بشكل كبير على سوق المال. في نفس الوقت البنك المركزي الياباني بيرفع سعر الفايده، اكيد ما احنا في مصر مثلا على سبيل المثال بنعاني من خروج في خلال الـ4 أيام السابقة، خروج رأس أموال ساخنة اللي احنا بنسميها الهوت ماني، اللي حضرتك ممكن تسميها رأس المال الأسود. يعني إيه بقى يا دكتور؟ الأسواق الهوت ماني أو الأموال الساخنة دي بتبقى مجموعة من المستثمرين العالميين بيدوروا على ملاذ آمن لاستثماراتهم، ياخدوا أكبر عائد لسعر الفايدة، وبالتالي هو سبب وجوده في الاقتصاد ده او الاقتصاد ده هو سعر الفايده المرتفع، فيقدر يدخل الاقتصاد ويغير بالعمله بسعر الصرف اللي موجود اللي شبه ثابت. طب ما كده هو بيكسب عمله يا دكتور ونحن الخاسرون، يعني ما هو بنخسر اكيد طبعا يعني. طب ما احنا ليه ما نبقاش واخدين بالنا في البنوك وفي الدنيا وفي دخول استثمار غريب، مش احنا بس كدول كلها، انه رؤوس الاموال دي ما هيش رؤوس استثماريه وجاي يستفيد مني في الفايده وبيطلع عمله صعبه وخلاص. بص حضرتك، احنا عندنا الايكونومكس ده شبه البازل، عندنا دايلاما، احنا دلوقتي في بلد عندنا بعض الظروف الاقتصاديه، الازمات الاقتصاديه بنمر بيها، اهمها نقص العمله الصح، فبالتالي اول ما بيكون في اعتمال، رغم احنا بنحذر ويبقى دايما لازم واخدين بال، لان ده حصل قبل كده من سنتين وحصل في السنه اللي فاتت وما زال يتكرر، ان احنا بنبقى محتاجين اموال اجنبيه او
مصادر دولاريه مختلفه، فبنضطر ان احنا نتقبل الهوت ماني باعتباره ان هو بيخش معانا اصل من ضمن الاصول، بيساعدنا لفتره. صحيح هو مش امان لينا، ولكن بيبقى موجود لفتره، مخاطرته بتبقى موجوده عاليه، بدليل ان احنا بنتكلم تقريبا الاحصائيات الرسميه بتقول في حدود 4 مليار دولار خرجوا من مصر لغايه، عشان كده اتحرك سعر الصرف، لانك لما حضرتك بتحركي سعر الصرف ده بيخلي الخروج بيبقى صعب، لانه بيبقى مغالى فيه. هو دخل مثلا ب 48 واستثمر واخد عائد، فهيخرج بال 48، فانت لما حضرتك بترفعيها من ال 48 لل 49 ده معناه ان انت بترفعي تكلفه الخروج، وبالتالي بتقللي الخروج اللي بيحصل. ده كان جزء من السبب من الحرب، بالاضافه لان احنا مفترض احنا ندفع شريحه من شرائح يعني اقساط الدين 960 مليار، المفروض مليون جنيه المفروض ندفعهم يعني قريبا في خلال الاسبوع القادم، فكل دي اسباب بتضغط على سعر الصرف بتاعك. فانت بتلاقي اسباب مختلفه تصادف ده مع انهيار البورصات العالميه ومع خساره عندك في راس المال. ف ده بيؤثر بارتفاع الاسعار ولا ما بيجيش بسرعه كده؟ طبعا اي حاجه الاسعار يعني بتبقى حساسه جدا للتغيرات اللي بتحصل. انت عندك في لحظه سعر رؤوس الاموال خرجت، المال الساخن خرج من عندك، فبالتالي انت قررتي تحركي سعر الصرف وتخفضي من قيمه الجنيه يعني جنيه و70 قرش تقريبا، فبالتالي ده هينعكس مباشره على الاسعار. احنا موجودين فيها وكده، وناس كتير كانت بتعول كثيرا على دخل قناة السويس، الظروف التي مرت بها قناة السويس وما نحن فيه الآن. قناة السويس طبعا يعني دخل قومي كبير، واهم يعني ممر مائي في العالم، بيربط ثلاث قارات ببعض، اسيا وافريقيا واوروبا، يعني بطول 192 كيلو متر، 12% من حجم التجارة الدولية بتمر بقناة السويس، اكتر من 10% من حركه النفط بتمر عن طريق قناه السويس، وبالتالي قناه السويس ممر مائي مهم. في سبيل ذلك الدوله دايما بتحاول ان هي تدعم، سواء ان هي تبقى في مشروع لقناه جديده، او ان هي تزود عمق القناه، او ان هي تزود توسيعه المجرى المائي نفسه، بغض النظر ان هو حتى يبقى دبل. بالتالي ده بينعكس على ان احنا بنتكلم ان فتره الانتظار للسفن بتقل مثلا من 8 ساعات ل 4 ساعات، مدة الرحلة بتقل من 18 ل 11 ساعة، ده بيزود عدد السفن، فبالتالي بيزيد الريفينيو أو الإيرادات. عدد السفن زادت تقريبا من 50 سفينة يوميا ل 70 سفينة يوميا، ده خلى الإيرادات بتاعت قناة السويس ترتفع من 5.5 مليار دولار، وده رقم متواضع جدا، إن هو يبقى 7.5 مليار في 22 ل 9.5 مليار دولار طبعا في 23. للاسف الرقم ده بالضروره هيقل في 24 نتيجه المشاكل والاضطرابات اللي حصلت في باب المندب والبحر الاحمر، يمكن تقريبا 40% في خلال النص الاول من 24 عدد السفن اقل. يعني رغم ذلك يعني لسه في امل، لسه فاضل جزء شويه من 24، ربما يعني طبعا للاسف المنطقه داخله على عدم استقرار كبير طبعا نتيجه الصراع الاخير، وخصوصا توقع الهجمات الايرانيه، وده جزء على فكره من تخارج الهوت ماني في مصر، لانك انت في مرحله ملتهبه محدش عارف رد الفعل هيكون شكله ازاي، والرد على رد الفعل هيكون شكله ازاي. ايوه دكتور، بس احنا ايران احنا بعيد شويه عن ايران. هي ايران هتهاجم اسرائيل، ده المتوقع كعمليه انتقاميه، فده هيحصل. طب ده هيودي المنطقه فين؟ عشان كده كان تاني يوم على طول اغتيال اسماعيل هنيه، مصر طلعت بيان، وزاره الخارجيه طلعت بيان، المنطقه بتاعتنا رايحه فين؟ فللاسف المنطقه يعني ملتهبه وبتزداد التهابا، وده كل ده بينعكس اقتصاديا وبينعكس طبعا على حياه المواطن. مش ده السبب الرئيسي، بس ده جزء من الاسباب اللي احنا بنمر بيها للاسف ومش مسؤولين عنها. فعشان كده لما نرجع تاني لقناة السويس، ايه الجزء اللي احنا مسؤولين عنه؟ احنا ممكن نزود ايرادات قناة السويس، صحيح هتزيد ايرادات قناة السويس عدد السفن، طب عدد السفن بيتغير، فاحنا الامل عندنا في قناه السويس مش في المجرى المائي اللي هو مهم وحساس وحيوي لكن في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. هو ده المصانع، احنا عندنا اربع مناطق صناعيه. طب احنا ليه مش مسرعين فيها شويه دكتور؟
احنا عندنا أربعة مثلا. لا هي الفكره يعني حضرتك، هي منطقه الاقتصاديه لقناه السويس مش منطقه واحده، هم اربع مناطق مركزيه، السخنه وشرق بورسعيد والانطره والتكنولوجيا، كل واحد بيبقى مسؤول عن مجموعه معينه من الصناعات. بيحصل عشان تقدري تطوري منطقه صناعيه بالحجم ده محتاجه استثمارات كبيره في البنيه التحتيه عشان تخلي. فاحنا مثلا بدانا بمنطقه العين السخنه، احنا بيجمع الست مناطق دول ست مواني اساسيه، ميناء سخنه على سبيل المثال هتتحول ان تبقى اكبر ميناء حاويات في البحر الاحمر، بيتم ربطها دلوقتي بممر لوجستي بميناء الدخيله اللي هي الاكبر عندنا في منطقه البحر المتوسط بوسائط نقل متعدده. في خطوات واخدينها، التاخر راجع للتمويل، وفي اتفاقيات بدانا نعملها، احنا عاملين 11 اتفاقيه السنه اللي فاتت مع الصين خصوصا في وادي التكنولوجيا، لان يعني زي ما حضرتك كنت بنتكلم قبل اللقاء المستقبل كله في التكنولوجيا. صح. فاحنا العالم كل وقت بيتخانق، احنا ما فيش التلفزيون اللي الناس بتتفرج عليه، الموبايل اللي في ايدي وفي التابلتس اللي في ايد الولاد، اللابتوب، المايكروشيبس والاقرائك الالكترونيه، اللي هيتحكم فيها هو اللي هيتحكم في صناعه التكنولوجيا. النو هاو نفسه. ففكره ان احنا نبدا نتوجه لحاجه زي كده، فكره ان احنا نحول الاقتصاد يبقى قايم على الابداع وعلى الانوفيشنز، على الابتكار وعلى التحول الرقمي، ده هو ده المستقبل الاقتصاد المصري، اي اقتصاد. فاحنا لو بنتكلم احنا عايزين نبص لبكره، يبقى احنا بنبص على التحول الرقمي والرقمنه، ونبص على الاستدامه والتنميه المستدامه. انا بشكر حضرتك جدا ومزيد من التوفيق.